الآن نتجه إلى الزميل كريم حاتم موفد القاهرة الإخبارية، وهذه النافذة الإخبارية من أمام معبر رفح البرية. كريم، ماذا لديك من جديد اليوم؟ وأيضا المساعدات الإنسانية، هل هناك أرقام أخرى للمساعدات التي استطاعت أن تدخل من منفذ كرم أبو سالم؟ نعم، شكرا لك ريهام وشكرا شيماء، واهلا بكم الى هذه النافذه المعتاده من امام معبر رفح البري من الجانب المصري. مسلط الضوء، وهذه الاطلاله نرصد فيها كل التفاصيل والنقاط حول جميع الجوانب الخاصه بالعدوان على قطاع غزه، والذي ربما في خلال شهر ويومين يتم عام منذ 7 أكتوبر. في خضم هذا العدوان بالتأكيد هناك الكثير من المستجدات الميدانية والإنسانية وأيضا السياسية التي نرصدها من خلال هذه النافذة. إذا كنا نتحدث ريهام عن آخر التفاصيل والمستجدات من موقعنا هذا، منذ قليل، منذ دقائق معدودة، كانت هناك زيارة مهمة للسفير الألماني هنا في معبر رفح البري، وكانت هناك حديث وكلمات للسفير الألماني الذي أكد على تقديره لمصر من الجهود المبذولة الحثيثة لدخول المساعدات ودخول كافة المواد الإغاثية والمستلزمات إلى داخل القطاع. في نفس التوقيت وربما في هذه اللحظة أيضا كان هناك متابعة للشاحنات التي كانت تعود من منفذ كرم أبو سالم، وهي لا تزال محملة بالمواد الإغاثية والمستلزمات، وهذا ينذر بأن كان هناك رفض عراقيل من سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند خضوع هذه الشاحنات للتدقيق والمراجعة. في نفس ذات اللحظة التي كان يتحدث فيها السفير الألماني عن المساعدات وعن أهمية دخول المساعدات، كانت الشاحنات تعود وهي لا تزال محملة. في هذا التوقيت أيضا، ربما أنا أتحدث الآن، بعض الشاحنات التي تعود من منفذ كرم أبو سالم وهي محملة من المستلزمات والمواد الإغاثية. كنا نرصد منذ قليل بأن كان هناك حوالي 60 شاحنة من المواد الإغاثية والمستلزمات التي كانت تذهب عبر منفذ أو عبر معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم للخضوع إلى التدقيق والمراجعة ثم دخول للتفريغ داخل القطاع. لكن كما هو الحال وكما نرصد، عدد كبير من هذه الشاحنات تعود في هذه اللحظات وهي لا تزال محملة ولا لم يتم تفريغها حتى الآن. لم نرصد كافة أو العدد الكامل للشاحنات التي عادت حتى الآن، ولكننا نرصد الشاحنات التي تعود في الوقت الحالي. إذن يتماشى مع كل ذلك صوت ذوي الانفجارات التي كنا نستمع إليها منذ قليل، وربما قبل زيارة الوفد كانت هناك ذوي انفجارات كنا نستمع إليها في الجانب ربما الشرقي الجنوبي لمدينة رفح، مما ينذر بأن هذه الأصوات هي تشير إلى قصف المدفعية في هذه التوقيتات. ولكن الوضع الآن ربما هو هدأ بعض الشيء. بالتأكيد هذا يتماشى وبطبيعة الحال يتماشى مع التغيرات والتوترات في الضفة الغربية المحتلة، أيضا مع التوترات والتصعيد الحالي في الجنوب اللبناني بحسب مراسلينا. ولذلك من خلال هذه النافذة نتحدث، وينضم إلينا من المناطق المتفرقة ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينضم إلينا من قطاع غزة وبالتحديد من خان يونس يوسف أبو كويك، وأيضا من رام الله من الضفة الغربية المحتلة تنضم إلينا ولاء السلامين، وأيضا أحمد سنجاب ينضم إلينا من الجنوب اللبناني لمتابعة مزيد من المستجدات وتداعيات كل أو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوترات في الضفة الغربية المحتلة وأيضا في الجنوب اللبناني. أهلا بكم جميعا إلى هذه النافذة. أبدأ من قطاع غزة، وربما
يوسف هناك الكثير من المستجدات، خاصة مع سمع ذوي الانفجارات منذ قليل، وأيضا مع بدء الحملة حملة التطعيم في مرحلتها الثانية والتي تستهدف ربما مناطق من جنوب القطاع. آخر التفاصيل والمستجدات لديك، إليك الكلمة يوسف. نعم كريم، فيما يتعلق بالقصف الذي سمع دويه من حيث تقف، هو ناجم عن إطلاق المدفعية الإسرائيلية عددا من قذائفها صوب المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة رفح، لكن هذه المناطق لا تستطيع سيارات الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني الوصول إليها إذا ما تواجد أي من المصابين والشهداء، وهي مناطق مخلاة منذ عدة أشهر، لكن بعض المواطنين يحاولون الوصول للاطمئنان على منازلهم بعد حالة الدمار الواسعة التي لحقت بمدينة رفح. في رفح أيضا في منطقة مصبح استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، وقد جرى نقلهم إلى مشفى غزة الأوروبي الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس في جنوب القطاع. آخر الغارات التي شهدها قطاع غزة كان استهدافا نفذته أيضا طائرة مسيرة في منطقة شمال القطاع وتحديدا في محيط مشفى كمال عدوان، وهو قصف أسفر حتى هذه اللحظة عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة. نعم. سبق هذه الغارة أيضا استهداف من قبل المقاتلات الحربية لشقة سكنية في عمارة عجور غرب مدينة غزة، وهو نعم. ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، بينما القصف المدفع الذي طال حي الزيتون أدى لاستشهاد 3 مواطنين. فيما يتعلق بالحملة التي نعم. انطلقت مرحلتها الثانية اليوم في مدينة خان يونس، هناك إقبال واسع من قبل العوائل من أجل إعطاء أبنائهم اللقاحات المضادة لفيروس شلل الأطفال، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح لطواقم وزارة الصحة أو الطواقم العاملة في هذه الحملة بالتوجه إلى البلدات نعم. الواقعة إلى الشرق من شارع صلاح الدين، وهي بلدات عديدة في منطقة خان يونس نعم. جنوب القطاع. نعم شكرا لك يوسف، ونتجه إلى الضفة الغربية المحتلة. ولاء، يعني بعد التحية أيضا الكثير من التوترات في الضفة الغربية المحتلة لا تزال مستمرة في الأوقات الراهنة، آخر ما لديك من مستجدات؟ في هذه اللحظات قامت قوات الاحتلال بتفجير منزل في مخيم طول كرم. تسعى قوات الاحتلال بتفجير المنازل وإخلاء السكان من هذه المناطق لتتيح لجنود الاحتلال بأن يتخذوا من منازل الفلسطينيين سكنات عسكرية. كانت قوات الاحتلال في وقت سابق قامت بمحاصرة 3 منازل في مدينة جنين، نتحدث في اليابون وأيضا في منطقة الهاشمية وأيضا في منطقة شارع نابلس جنين. في شارع نابلس جنين قامت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بمن تنادي لمن هم بداخل هذا المنزل بالخروج وتسليم أنفسهم، ولكن بعد الشبكات عنيفة قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين من داخل المنزل، لا سيما أن قوات الاحتلال تقوم بتجريف البنية التحتية سواء في مخيم طول كرم ومخيم جنين لليوم 9 على التوالي في مدينة جنين ومخيمها. تغلق المخارج والمداخل في السواتر الترابية في مدينة طول كرم، كان هناك انسحاب صباح هذا اليوم ولكن نعيد هذا الاقتحام بعد ساعات من هذا الانسحاب، فيما أن قوات الاحتلال تعيد هذا الانسحاب لليوم 3 على التوالي في مدينة طول كرم. وكان هناك ارتقاء عدد من الفلسطينيين في مخيم الفارعة نتيجة قصف لطائرة مسيرة مركبة فلسطينية ب3 صواريخ، 5 فلسطينيين ارتقوا في مخيم الفارعة وشهيد السادس في الرصاص. أي أحد هؤلاء الفلسطينيين الذين ارتقوا هو نجل الأسير زكريا الزبيدي وهو صاحب هروب النفق في سجن بالفوع. نتحدث أيضا كان هناك عدد من الفلسطينيين قامت قوات الاحتلال باعتقالهم، نتحدث عن 16 فلسطيني نعم. على الأقل حفرات نعم. مختلفة من الضفة الغربية. نعم شكرا لك يا ولاء، ونتجه سريعا إلى جنوب لبنان مع أحمد سنجاب. أحمد إليك الكلمة.
نعم، تحياتي لك في البداية. ربما التطور الآن أن حزب الله يسأر لمقتل أحد عناصره وللاعتداء على المدنيين في الجنوب اللبناني، حيث أعلن الحزب عن تنفيذ 3 عمليات نوعية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية استخدم فيها أسراب من المسيرات الهجومية، حيث استهدف موقع عسكري إسرائيلي في رموت نفتلي بالإضافة إلى قاعدة بيت هلل العسكرية في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، كما استهدف أيضا أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. فهناك 3 عمليات نوعية نفذها الحزب استخدم فيها أسراب من المسيرات، وذلك سأرا للاعتداءات الإسرائيلية أو سأرا لسكان الجنوب اللبناني الذي تعرض لاعتداءات إسرائيلية أسفرت عن مقتل أحد عناصر حزب الله في بلدة كفرة صباح اليوم، بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من البلدات اللبنانية الأخرى على مدار الساعات الماضية. نعم أحمد سنجام من الجنوب اللبناني، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لولاء السلامين من رام الله من الضفة الغربية المحتلة، وأيضا يوسف أبو كويك من خان يونس من قطاع غزة، شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المستجدات وهذه التفاصيل. وكانت ربما هذه هي آخر التفاصيل وآخر المستجدات من هذه النافذة من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، رصدنا ونسلطنا الضوء على آخر المستجدات حول دخول المساعدات والشاحنات إلى قطاع غزة، وأيضا التوترات والتطورات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى ذلك آخر ما جاء من توترات من جانب حزب الله والجنوب اللبناني في هذه اللحظات حتى الآن. نعود من جديد إلى الاستوديو، إليك ريهام.